كنا أنقارنا نؤونة في البلاد توفر النازم لحلفائها الكنا نعيد مغرب فهمت يا ديك سمحوني على الكتاب محطتنا بنظافتها بشافها بنعمل اللي فيها يتمناكم سفرة ممتعة لمحطة محطتنا والشاف شافنا وانتوما معانا باش نحركوا في الفضاء بالطبيعة مش باش نوليو مدار أما التحسن منموس ومحسوس المنظفات استعداد ننعمل انطلق نعمل في أنقار والشاف شافنا وانتوما ثيافنا فمرحبا بالجميع وكذا وكذا ايش تشكي وحدش تبكي تشكي غادي بوسو بالحفنه
طبيعتي مجروحة. يا بنتي ثقافة قالت على أخبار تخدش الحياة. بحام وغنيت يا أختي باللحن ملحونة. ممتين وتلقى عقل الحياة هي محمودة. تنور بدأت يحلق درب كل خيشة تتبلي وتتعصر ومن بعد تتفرش وتتحل فرد حلة. يا أخويا إيش تحبوا الاحترام والتقدير؟ أنا شخصيتي عندي موقف بالاحترام، ما نحبوش، يقلقني. نحب أنا شكون نقول له سلام، يقول لي على وجهي. يعني ما تحشمش، نموت أنا ويمسح بيا حبيبي القاع، هو يرزقني من شيخ، هو يمرض ولا نتناول، هو يمزبل ولا نتزين، علاش؟ علاش أنا ما عنديش السهر؟ ما عنديش الحق نمرمد ونتمزبل ونكسكس ونسكسي ونغيب على الوعي وكيف يمشي وكيف يجي؟ وأنا مرة اللوطة مرة الفوق مرة على اليمين مرة على اليسار، نحب نتشد من شعري ونتكركر من صالة الكوجينة لبيت النوم ونسيح ونعيط ونضيع. تفهمي كيف نديتي؟ لا تعلم لا تبلاي، ما تعرفش الراحة اللي انت فيها. يا راني مبلاية بعد بعزيه عاملها من قبل، موشم على صدر وسليط وفي فارت ولفعة شعري لا تفهموا أحد شديسة لا أرطب حرير اللي مطيب والكل ماسط. يدخل يمزبل ويبوس، يخرج يبوس ويمزبل. قالوا صح عليا. اي صح عليك، ما عندك الشغبه توصل للدار تنزع تبشر وتتم. يا خويا يزيني فديت من الماتري، ما عادش نحب نتمرن، نحب البرد وصحية ونلز وندز ونحب وندق ونبشبش ونبشبش ونشنش. ودللني الروح. يعني عملتهم الكل وكي نفد ندوشة سايب بيت أفك. ما فهمت شو عمش تحب الدوشة. يا خوي نحب الراجل التركيب، الحب اللي يحب ويشط ويدق دفتن دفتن. حب شكون يهزني سقايا ويعطيني تريحة نباش لقبور هاي التريحة. وانا مرة نسيح ومرة نعيط ومرة نبكي حب النجوم. شنو تحليت الهدرة واللي مواضيع حب وتوك مشكل عشيت سنيت في صدر ونظفت لنقار مش خيرة شيف سليتي تكسرت. ووح من صعب شكون يشد يكسرني ويمسدني ويمهدني ويمسدني. دي مريت اشتوى وسيبت من مواضيع اللمس وسيب برك شيف. وانا اش عندي شدي باش نسيب ملا مخزون ثقافي تتمتعوا بيه على الصباح وملا قريح. هذه الريونيون اللي قلتولي باش نعملوها كل صباح باش نوزعوا فيها الادوار وننظموا الخدمه ملمومين في سوق سيدي البحر ملا التيت نتاع التيت نتاع وذني. وشيفة شو طاقه ايجابيه يا هدي تو ما يزيدها من المسافرين والمارين والعابرين وكذا وكذا. شيف شيف راك الشيف راك البي راك الملك على العرش في محطتك احكم احكام قول شعبك شعبك احسن نغنم انت تقول واحنا نقول نعم باع. مش المهم المهم يطبق ولا يتنفس، المهم المهم الوذن تسمع تسمع. مملكة وشعب ملا لا هو على شعبي شعب بس جرب ألقي علينا كلمة أو خطاب أتو تشوف شعبك شو يعمل. حمسنا يا رئيس محطتنا ورينا قول لنا ضوينا وقعدنا. شعبي يا شعبي شيف شيف دور شعبك شعبك ما تعطيش بهر يفهمك بالغلط غلطة دور بشعبك شعبك. الشعب هذا الكل امتاعي. اي شيف شعبك وحدك وانتي حر فيه شعبك ولا من غير لك علي. وكذو كذو ألقي خطابك على شعبك يا شيف. أيها الشعب الواسع العريض، اليوم جيت نحكي معاكم بوضوح وكل شفافية، وكاني عليان في العريان في دار سيدات المنظفات عروس لنقار. اليوم جيت نخطب فيكم كلمتين وقص. لنقار مسؤولية تبدأ من بيبان المحطات وصولهم ترينوات. أنا إنسان تربيت على النظام، ما نحبش الانحطاط موجود في بعض المحطات، ما نحبش قلة الوعي تاع بعض المسافرين وباش ما نجمعش الناس كل فرد شكار، ما نحبش بونتات السواق المطيش، الكراسي المكسرة،
البيبان المحلقة والبلار المسخ والتواليتات الشايطين. أنا مش شيفان اللي مش يذكرهم التاريخ عبر الأزمان. أنا مش شيفان اللي ما كيفوا حد في إعطاء الأوامر. ونسمح الروحي مش نعطي الأوامر على خاطر المحطة محط والدولة مولاي. وانتو انتو مع الشعب ما تحبوش شكون يعطيكم مقدار. تحبوا العصا لمن عصا وحتى للي ما عصاش. الحل الوحيد مش تقعدوا باهتين ساكتين منظمين ماشيين جايين مش فاهمين حيين ولا موت. عادي عندكم المهم واكلين شاربين راقدين زعما زعما محميين في محطة برشلونة. هالمحطة اللي شهدت صولاتي وجولاتي. يا شعب يا شعب المحطة هذه تعطات لي أمانة هاك العام والأمانة يلزمها تتصان وتتحفظ. نعرف اللي دوركم كبير في هالمحطة نعرفكم تعبين موش مهم. نعرفكم فادين موش مهم. نعرفكم قالقين موش مهم. نعرفكم وتعرفوني مليح 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 مليح. المهم انكم تكونوا في مستوى المسؤولية ونعملوا مع بعضنا على حل حالة الوضع ونعمل على الرفع من مستوى الخدمات داخل المحط. نوصيكم على خش ونصلة والسلاتات بعد ما تكملوا تحطوهم منظمين. عينيكم على المسافرين راهم أمانة نتحاسبوا عليها نهارك. المسافرين اللي عاشوا كيفنا ومعانا مختلف الأزمات راهم أمانة في رقبتنا. وإن نسيتوا فلن أنسى جرح المحط واللي تحاتوا بالحشر واللي تكسروا تتعادوا تحياتهم مش هالمحطة تبقى واقفة واقفة ما ترقدش. كل ما يدخل المحطة أمانة في رقبتنا. متاع المسافرين ماكلتهم اشرابهم اتسكرهم القاص فيهم واللي عنده أبو الماء والمرسكين بكلهم أمانة نتحاسب عليها نهار آخر. اللهم فشل اللهم إني بلغت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونموت ونموت ويحيى الوطن. وطن 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 وطن. شنو ما قصيت عليكم بالحسن شفيك اشرب ما صارت الدنيا ولا تصحى شفيك ادري
وقف وصوروه وهبطوه في جبوه بالزحف. واه بعت لي الدوخه تيوت لا يقف شيف رجعني ليه. والله من شرفك ونعرفك انا بستناه. يا دين الزحف كيفاش وقف؟ دوا من حال من محال يا شيف، دوا من حال من محال. اي شيف من المحال من المحال من المحال. انت سكر فمك ونقص بالله تضيعك. انا نلحق. اي نلحق شيف نقص عليكم العسل. قص تسكر وخلي العسل عليك وقل لي ايش نوقفوا متاع الستة ونص. راهو ما يقفش في العالم الكل ما يقفش يا دين الزحف تهبط بسيوني. اوه يا شيف نعم متقدم راه واني ما يقفش البارح يدفنيو. مثبت متاع الستة ونص مش متاع نص النهار. الحكمة مش بيه يا شيخ. انت نسيت كلمة اخرى تقعد في ترين ولحديش والزيمبابوي معايا تنساه كله الا الزيمبابوي. حلي سكت شيخ. شنية زيمبابوي محطة جديدة؟ انا اللي نسأل وقلي شو وقفوا في المحطة اللي قبل برشلونة. اوه يا شيخ تلعبها المحطة هذيك فيها مجتمع مدني يعمل كيف كان تشوفها معاش لحتلها. شنو معاش لحتلها؟ بطل هونغ كونغ مش ردهالي دي ما هو مش يبدلون زوزاران محروقين وزوز بالهارات مكسري ومش يحطوا علم دي ما نحضرهم الاجتماع هذا. هي يا شيخ غير هذا عملوا خدمة أخرى هي اللي خلت لي من ستة ونص يقف دي ما هم وسعونه في الدخنة نحاونه نحشيش اللي كان يعدل شحمونه السكة وبيضونه نحيطه بالشهور. يا أخي ما صدنا وقف شنو؟ نصوا طرف حشيش وقف كانوا يقوم فاتف على حشيش ماذا الدخنة كيفاش؟ هي يا شيخ تمام الفرحة جناح حتى جابوا الموسيقى هزوا العلامات وضربوا المكاحل وبداوا يفرقوا في الحنوة على المسافرين والعبرين. يا اخي خدام الخاطرة هو لطف اش معناه؟ من غدوة قال كان وكيل الجمهورية ويبدا ماش قانون في البلاد ويولي الشيء اللي كان ما يكفش يكف من قوة العام. القرار ما عاد تبش ولا تبيضوا حتى بحب اشنو؟ بشولوا يتمد على طوله. وعلاش وكيل الجمهورية يا شيخ؟ المحطة راضية والمسافرين راضية وأنا مش راضي وبدل علي الحكاية. يا شيخ خلي المحطة شيخة بالترينو والترينو شيخ بالمحطة قصص تسكر راهو مش قصص شيخة. هي يا شيخ قصص تسكر هيا فش على جوزك بيتو وبرا شد راسي دي مالي ما كنت فتعها شيخ دي مالي ما كنت فتعها دي مالي ما كنت فتعها شيخ دي مالي. وين يا شيخ؟ يا صبري نقعد ترينو الستة ونص وقف وقف ما هي قدش يا صبري ما هي قدش راهو قف متاع الستة ونص عمره ما هي العالم
هذيك على خاطرها ما تفهمش في الرجال. الحكاية يا ليلى ما تتقراش في الكتب، يلزمها برشا خبرة. يعلموها وريوها قريوها، يكن لزمة حطوها للميدان ضربة اثنين تجي في القالب. علاقة الرجل بالمرأة كيما الفرطوار والخيشة، الخبرة تتحدث. يا كبدي أمان أمان، علاش هكا هكا؟ أرقوا أرقوا مستويكم شوية. شنو خيشة خيشة وفرطوار فرطوار وكبدي كبدي؟ علاقات إنسانية راهي بين زوز زوز بشري. إجا تسألك النظرية، شفت الخيشة ما يلزمش تكون مبلولة برشا باش ما ترزمش على الفرطوار، وما يلزمهاش شيحة برشا باش ما يبداش الفرطوار يلعب بها لعب. ومش تتحط من هنا تطيح من هنا، هاكا مرة عجنب ليني مرة عجنب لي سار، سياسة ذوق وشوق، فهمتني؟ وكذي وكذي لازمها تكون خادمة في طريقنا الكل، مجربة الفرطوارات اللوح الفرطوارات توا، هاكا ما ألوان ألوان والطول ينقص ويزيد. أنت ويدك ولا لازمني نفسرها لك هذي زادة كيما نقولوا نحنا بلغتنا شارفة ومندية وطيبة، تحطها في السطر تجيب الحكاية بالضبط. كيفاش تخرج تخرج؟ مندية يا ليلى مندية، اللازم في اللازم. ما قلنا عاد صنعة أصحاب خبرة، بالك في بالك ولا يمشي شي في بالك إنه خدمتنا سهلة، راهي لازمها سنين ومني باش تتسمى معلم. يا معلمة يا خبرة، تولي خلي البنات رايضين وهاي نمشو نحكيو مع شاف لانكار على 50 دينار اللي باش يزيدها لنا. جوزيبي وعلاش ماشي نحنا؟ علاش حابة أقول والحل الكل في يد الكونترولورة، يعطي معاكم منيح ويزيد ما بيناتهم برشا احترام. والمرأة تعرف منين تشدو، راهي خبرة. ساعات نقول بيني وبين روحي روحي في لحظة تفاوى وصدق مع روحي روحي، نقولها يا روحي روحي علي ما نحلش حزب على روحي روحي، ندبر من هنا ومن غادي غادي ونولي كيف نبادي. يزيني تعبت تعبت، اش عملت بيها الخدمة؟ نحل حتى حزيب صغير صغير قد الحق، صغير صغرون صغرون. حزيب صغير اش باش تسميه؟ ما عادش فما اسامي، الاسامي كل خداوهم الاخرين. هو ما هو صغير صغير قد هكا وخطو طول سيله زينه وقاعد يكبر بشويه بشويه، نسميه حزب الحلزون الحلزون. وكيف يكبر يا اخي هو ديما باش يقعد صغير وحركته زينه، حتى كان كبر كبر يقعد ديما حلزون 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 كبير كبير. وما هو بزاق بزاق هو اكحل اعضاء الكل يمسكوا وما يعملهمش، يتسماو البزاقه البزاقه. ودخلني معاك ونولي من مؤسسات البزاقات كيما يقولوا في البلاتوين. انخرطت انتي ودفعت الانخراط انخراط انخراط. شو معناه انخراط؟ ما هو يلزمك تدفع الانخراط انخراط باش تولي بزاقه بزاقه مؤسسه ومنخرطه منخرطه، وتعطيوني كرني نتاع انخراط نحط فيه تصوير الفوتو دو بروفيل معناها؟ ليه؟ نعطيو كارتة نتاع انخراط انخراط وكارتة أخرى بصيفتك مؤسسة مؤسسة في حزب الحلزون الحلزون، وكارتة أخرى بصيفتك بزيقة بزيقة. معناها نولي بكارتي حتى أنا؟ ليه؟ بكوارتك بكوارتك، على خاطرنا باش نعطيوك ثلاثة كوارت وتخرج العلن وتولي بزيقة على بز وبز. ومعناها؟ معناها نولي بزيقة كبيرة ومنخرطة في حزب الحلزون وما عاد يقلقني حد. برا يجعلك وين تبزق تربح ان شاء الله. ايا ادفع الانخراط انخراط من باب بدينا ندفعو باهي. قداش؟ 50 دينار اكا هو اكا هو. 50 دينار سخطه وحده مش بالتقسيط؟ ليه الدفع ضربه وحده وحده نقصوا لك بونو بونو، راه امورنا قانونيه جدا جدا، الشفافيه مطلوبه مطلوبه في حكايه الفلوس. اما على شرط نتسمى بزاقة من النسوم، هاد الطيور اللي ما يطيروش
الجرمين والدجاج واللي جوانحهم مقصوصه الكل. لا ما تبرش على جد بابا بابا وزيد لعنا لا نصور نصور ولا نفيد على نفيدة. يا اخي فما نسر وحلزون حلزون هو اما لا بطلت اتو نعمل حزب وحدي نحط فيه النسور وصفر السطح والببغاوات وجميع انواع الطيور حزبي ولا حرة فيه. ان شاء الله ان شاء الله يطيرولك ويذيعولك الكل في الصحاب. الصحاب صحاب صحاب اش معناها صحاب؟ اش تقصد؟ اما لا حزبي اسمه حزب الصحاب والمؤسسين نتاعو صحاب ومنخرطيه صحاب وما ندافعو كان على الصحاب المتحرك منه والمستقر. وين تهب الريح نتبعوها باش ما نتفرتوش وين تميح الريح نميحو وندخلو تحت سحابة البرلمان وننشر الثقافة الحزبية متاعنا في كامل تراب الجمهورية وحتى في دبي. في حزب الصحاب ما فماش دفعان فلوس للانخراط على خاطرنا باش نقاوموا الظاهرة هذه عند الشباب اللي هي الانخراط وباش ندفعوهم بشوية بشوية لما هو أهم ونشجعوهم على الزواج ونعلموهم الحزبين على قواعدي. هذيك هي القاعدة وهتا ونشوف شكون يغلب حزبتي ولا حزبتك. وكي ما فهميش انخراطات انخراطات كيفاش باش يعيش يعيش حزبكم؟ يعيش يعيش ويربي الريش وتكثر الانخراطات ومن منخرط المنخرط نعملوا تكتل كبير. احنا اللي يهمنا الطاقة البشرية وعدد المنخرطين وتو كل واحد نعملوا خطة يعلقها هذاك شعارنا ويزيدها كشكوشة من فوق باش تظهر كأنها غيمة. اما يلزمكم فلوس فلوس باش نجموا تديروا الحزب الحزب. اتو تجينا تجينا من الكوادر الداعمة من حزب الصحاب من هنا للخليج من غادي وزيد هما يموتوا على الصحاب نتاعنا ويحبوها الخرطة بالكشكوشة توحرهم وكذا وعندك إيدي
المشي في يدي ونجي، المشي في يدي ونجي. مرة نلغى بالسويبع ومرة نحبسهم حتى اللي نسمع الترتيب على مالك. أي عادة وقتها نسيب ونفك. جوزيبي علاش ما نحبش الشط؟ أتو نهز المجيد ودرمزمان والباراسيون. وأنا نهز الجلاسي ونعبيها بالكتب ونهز شوية حب. القوي وركيبنا على مياتي راهي بعيدة الزمبابوي. هاي بدل الهضم يمشيشو يسمعونا يسمعونا ويفيقوا بينا. خليهم يسمعونا جوزيبي، أنا نحبهم يسمعونا ونحب حبنا يفيد على الأنقار وما جاورها. يا أخي حبنا غلطة نتاع الكفوريا. إيش مازال؟ زيد خبيه شوية، تنوريو، تنقولو، وكان نزم في الزمبابوي تنعريو، نخبيو على عين. يضربوناش بعين جوزيبي. أتو نعمل لك حرز ونعمل لحبنا حرز. وزيد إيش ندو بيهم أنا زيبابوين وزيبابويات اللي عرفوا حبنا؟ نحب العنس في دوس ونتصور أنا وياك ونعملهم الكنفازة متاع الغزول. شهيتها يا حبيتي. بالله العادة تقول لي حبيتي، انفخت لي راسي وكرهتني في الترميش. ما ليش نقولك يا تعطوب يا تعطوب يا تعطوب يا تعطوب يا تعطوب يا تعطوب. يا الحب شو بيذن يا ذرب الحب دوينا شكس زين وعين أسمي مخزن حتايتي تبع الموذة. كان انا حرف النان أتو نسمحو وإحنا عناش نسمحو فيه. هما 28 حرف إيه نقص منهم واحد والنا 27 إيش ليه المشكل؟ إيش نموتوا على تطيع من السعدة؟ ثم كلمات ما فيهمش حرف النان. كيما نحبك كيما نعشتك كيما نموت عنيك نان هذي فيها اختنا منها. وإحنا عناش القبيل بكلام ما هو نكتبونها في جواب ونرتاح ونستكر ودماغي حلوان. هيا سيدي نبدأ. حبي واعتدالي أردت من خلال هذه الكلمات أن أقص لك مشاعري. إني المتيم في حبي، إني العاشق لقدك، إني المفتون بعينيك، إني المتاخذ في قوالك. لذين بدناها تفهمش تحب على عنتها جنسية هو الواحد ماذا بيه أما مش منهم إنه سؤيدا. أنا الذي حرق عيوني الدمع، أنا الذي رجع الدم جفوني. شوف السر ما هم حكيني نزيد نواصل. أعذري حياء عيني أمام عيني ويدي عندما تمسي بيدك. إيش يا برب ما هم حتى حكيني كيف جيت قمتمنا رغم أن نريد كل شيء نكمل نواصل. هذا النبي تاه في قدك وأحمر خدك فليتك تتكرمين 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 نال فنيتك تتكرمين بلحظات عن كاء 14 أترشف فيها رحيق شفتيك. أول حب يعطيني بعضي أول حب ولا نال يعطيني بعضي زعما نزيدها عقب رحيق شفتيك وانا نال نال عقب نخليوها في جواب داخل. أول حب أول حب بيا
حس في راسي رزن ولا كيفاه، نحب نتكى ولا نعمل حاجة. شفت النجوم؟ نجوم؟ أما نجوم نشوف في الشمس في قلب السماء. شفت نجوم؟ نجوم في قلب الحدث في القاعدة يعطيك يعطيك لهنا. شاهي يا حماد نمد ساقيا نتكسر ونتمس. اوه علي علي اوه، نحس في راسي يدور يدور في دوران ماست من محطة لمحطة، في كل محطة لمحطة يقفي نظف ينظف ومن بعد يكمل ثنيت. يعطيك سخطة، حتى شيختك بالهم لازم تنظف. بدا زكار والطبيل يضربوا في راسي، والحصنية تركض والخيالة والناس تصيح تقول في مهرجان دوز، والكسكسي والصغاريت بالحمص والزبيب وحال اللحم والمرس وطاجين وكذا وكذا وكذا، ودبوس ابو كسيد البيت نرجبها فرد الفس. ملا زاو زاو ملا شيخ شيخ وملا لما لما، نقصنا كان الشيف الشيف. ربي يخطاني منه، الناموسه اللي في راسي ما ركحتها كان بالسيف، كان ترى وجهه اللي ما تصير. برا اعمل دوره تلقى شي حاجه مطيشه، نحس في راسي ناقص عمار. انا نحن بزوز خدم، وحده نلبس فيها البلوزه الكحل والاخرى نلبس فيها البلوزه البيض، وكان انا بالبلوزه الكحل نحكم عليه اعدام ونرتاح ونرتاح من صغار، وهكا نكون عطيته بالضربه القاضيه وما يعاقبنيش القانون لاني قاضي، وهذا قانون هو ما هو الفوق. نحكي عن القانون والباقي كله القانون، كيف المطر كيف يهبط ما يرحمش، كل شيء بالبروفة مش تبلع عليه وكذا وكذا. وكان انا بالبلوزة البيض ندخل عليه البيت العملية، نخلع له مرارته نحيله نحجر من الكلاوية ونسرح له عروقه ونعطيه تحليل كوفيد اللطف يطلع شي عنده منه زاد. وزاد قال لي العصا العزاي اللي هو عاصم والعاصمة تعبت كل واحد همه وين جاي، ونعيط الفرن يعتمدني عرض عرضي وطول طولي، هاو البيسكس هاو السكس هاو التريسكس، يشدهولي ويلبس مليح وانا نسرح له عروقه. فمش ما يتسرح العزيز ماكم تعرف الغاز مش باهي بالراجل، او نركز على مكان الوجيع ونشوف العلاج ماشي ولا لا، اما من غير بنش ويموت هو من الوجيع. وانا ما يعاقبنيش القانون لاني طبيبه والعمليه ناجحه وكذا وكذا. انا نحب الماء ديما يجري تحت ساقيا، يدغدغني يسري سريال يجري جليل بين صوابعي، مرات بارد ومرات سخون يخر خريب خلي عار كيف يبدا مخلط بالشامبون والصابون، وكالروايح فعلى اللوكس على سوبليس على بالموليف وغبيل متصب الاخضر فلوس نموت. اي مع الاحساس بالتصبيط ونبدا ساق من هون وساق من غادي، وانا نتزرزح ونتزحلق ونبدا ندعك ونحك ندعك ونحك ندعك ونحك. قديش نشيخ على الصغار وتبدا حبه العرق تجري من جبيني لسوابع ساقيا، حبه عرق ترحم على بعضها تمشي وتكبر تسري سريان على جدي، والنبع والباخ وانا نمشي في الضباب، والرؤيه تبتد من 100 لـ400 نمد يدي مرهيش، وشعري يبدا مبلول هابط على كتافي مغرق في الطفل العربي اللي غرفته من السطر. يا حسرة يا حسرة كي كنت نسول ونجول نعبي السطر ونصفق به الدكانة اللي باش تمد عليها الكليون، نبدا نعبي في الوصلة ونبدل فيهم كوش عليا نرى في تروحش ترمش ونحمي في الملك متاعي، وكيف ننظفها تراح واحد يجرب يقعد عليها ما هو صياحي ولا يقبض. يعرفوني الرحمة لي كنت نشد لك اليوم حرش نملس عليها الكيسة متاعي، نبدا نحك ونقول ما حكيتش نحك ونقول ما حكيتش، ما نسيبها كان رتبة رسميلي كيستي ما نستعملش الكيسة متاع الكليونات. علاش؟ على خاطر كيستي خدمة مليحة وزيد برودوي تونسي، ما نستهلك كان تونسي على خاطر نعرف انه الكيسة التونسية كيف تحك
قعدت ديما حلمة، على خاطر خدمتي حلمة مزيانة ومانيش باش نرجع لها حتى لين يقطعوا دخول جيل دوش الحمام، على خاطر الدوش دوش والحمام حمام وكل حاجة عندها كارها. يا اخي المدور كله كعك لتوا نحلم نحلم بيه ليل مع نهار نهار، ريقدة ولا فيقة، متكية ولا قاعدة، ممدودة على ظهري ولا على كرشي نحلم بيه، تي حتى في وضع القرفصة، نحلم بيه، زي نبدا هكا لبسته محزوقة فيه، وهو محزوق عليا، كالجد على هضم، من فوق لفوق حتى اللوطة، أزرق فتح على أزرق غامق، وين هاي نمشي تمشي، هاي نجي تجي، الزفارة في فمي، وأنا تيت على اليمين، تيت على اليسار، ومحليها وما ظلها، كتشد واحد بالكمشات وتقول له تكي على اليمين، يتكي، مغزرة من هنا، وكلها ثقة في النفس، نحييه، ونقول له أوراقك ورق السيارة، ما نقولوش أوراق الكهرباء. يمشي في بالو منا، مادامني بزي، نقول له ورق السيارة، كي نبدا بلاش، وقتها نولي نحكي على الكهرباء، ومفتاح الكهرباء، كل حاجة في بلاصتها، يعمل حقها، ويمدهم لي الكارت غريز، نثبت فيهم، ونعملهم الكل، نشوف الماتريكول، من قدام، ومن تالي، ونغزر له، ونعطيه حكاية بخمسين دينار، هكيكا، يزق في الكهرباء في العمران، من غير سبتة. من غير سانتور دو سيكوريتي، ما فماش رادع، ما فماش قانون، يعمل هكاك ويحل الباب البيت ويحكي باش يحكي معايا قبل ما نكتب بالغدير يختي، طفل صغير فيه وحفرح مش فيه وشعره مش لبسين، ينحي البابيت وينحي المريض، عينيه تذبح ذبحان، يقول لي مدام ولا مدموزيل، نقولوا لي مدموزيل، يقول لي ما عادش نعاودها، بضحكة تهز القلب سميت تهزو، وأنا نقول له ليه، ويقول لي احنا فصلنا المسألة، وأنا نقول له مسألة ليه تعملني، وهو يقول لي ليه تعني، مازالش توا، ما عادش فيها، فجعنا ذيب ولا قتلاله، قالت غادي على قد ما تعمل على روحك وعلى ساقيك، على قد ما تولي ترفس في الفلوس رفس، الواحد يحل جوانحه ويجرب حاجة آخر، مطعم آخر. الرواية حخرة يزين بالمحل وقت توا العالمية تنادينا، غادي عاد الشي يولي بالكريمة ودراعك يعلي ميلا غادي لا تيلي لا ويلي لا ميلي، شنو يعمل هو عنده مؤهلة النجاح الكل، يمد يده ولا يشد يده بالسويب على يشد اليد الخارجية، الدنيا والخبرة تحب الظرافة والطافة، والواحد يكون شفاف كل شي ظاهر المخبي على حباب عذاب، قالك غادي لا كذب لا طلعيت واللي فما وين رفيقات من هز تاع حد اللي ما يعطيوني وحدهم حد نتاعي اللي عندها صح، هذيك راس المال تضرب عليا، وهذه نرى فيها من بعيد الحريه والفلوس بعيد عن الهم والغم، قالك غادي ملي توصل لا فما لا حك لا دك لا سويبة لا لز لا تحك حيك، واللي عيني مش تواصل معاك يجيك ديريكت تبدا مرتاح، وملي توصل يلقفوك، المهم تعرف من جهه ديما من لوطة وقايد يا ديني اش مازال فيه العمر، لا محاله مازال عندي في زندي ما نعري وفي وجهي ما نوري، اوه اللي يسمع يقول عمري 100 وقفة ولا لا صارها، ما زلت براعة تتفتح هاي البراعومة، غير البخت لهنا في الداخل ما لقيتوش، فلماذا ما نراش في الخارج وهوين الداخل أكثر من الخارج والخارج أكثر من الداخل والداخل أكثر من الخارج، ويكون لها الدنيا نقعد نتفرج علاش وقل من يزين وعين وهرة وشدوا يدهم بحويجة وانا شادة لهوية علاش، نمشي نستثمر في اللي عندي، وهوين هو كل ما الاستثمار يكثر كل ما الدخل يكبر، ونكون لها الدنيا ونولي ندور في لامبورغيني ونهبط لتونس سيدة أعمال العاملة ورا أختها، ويولي عندي وايد فلوس، شو ما شبه لهجتهم في فمي وايد، اسمع في خطوة شيف البنات لما وصلتكم ساقيكم وهزوا بولكم ليه لكم
الخطر كمل نجيبوا لكم جريري ومخادر وكملوا احنا في راحتنا وعملوا سياس احلام يقين كل واحده تشبد على موجه واحده تحلم والاخرى تزكي واحده تزيد تزيد والاخرى تنقص شايف برنامج كيف تصير ضام رئيس لم تفاح عندك لكم قلوبكم أبلاد الدولة هذيك أسطورة الدولة هذيك يا السيدة الحارسة مش أسطورة حمام تحب على الضبابية والرؤية بين بربع ونص ميلة معناها من 10 إلى 20 سنتي شايف مالا من غدوة يد السلاتة متاعك طولها يتراوح بين 10 و20 سنتيمتر باهي ووريني كيفاش باش تحك وتدبغ القاعدة تاع الهدار الهدار عندي هوني وانا غلط تحلم بالزي زي وتوزع في الخطايا خطايا لا يا شيخ شيخ انت والدنيا دنيا ياسر ياسر راهو نبطلوا ما نحلموش نحلموش تي انا كان نجمع لك الخطايا تاع الروتار تاع عقبك انا عاود نعبي كاسة البلاد ونصدرها الدولة عريتوها الله يعريكم سي جوزيف كي شريتنا نحكوا في العجل تي بالصباح لليل واحنا روسنا في الخيشه مستمره تي فك عليك من جوزيف يا متاع كحله حمرا بيضا كحله شيخ وكذا وكذا سيدة الاعمال هنا انت فاهم الاعمال انما الاعمال بنيات يا شيخ هوني ما نحلموش ما نحلموش هوني ما عندي كان الخدمة طيب كل واحدة تشد تركيلتها حبيت نحكي لكم حكاية حكاية البدن اللي ما عادش فيهم روح حبي أعمل اجتماع باش يعين المدير يدير الأمور الكل جا واحد قال لي معروفة الحكاية طير لي كيف والله كنت عامل عليها كيف قال لي قريتها في الفيسبوك بوك وبوبوك وبرا حكيتها ايش باش يصير في الدنيا حتى شيء وبرا موجوده في الفيسبوك بوك والدين بوك وهالفيسبوك قداش باه مع عباده وقداش غلطهم في رواحه جيت تحكي له حكايه يقول لك قريتها شو عاد هاك الاعجاز قاري البرده ديمانا كمشه حبوا نعرفوا كل شيء واحنا ما في بيننا بحد شيء وعملوهم لنا الكل واحنا باقي موجودة في الفيسبوك بوك والدين بوك والله مش على حاجة عجبتني الحكاية وظهرت لي مواتية وضعيتي أنا المخ متاع نقار نمشي فيها ونجيب نقود فيها فيها بثلاثة وعامل سياسة بالسياسة سنين توا أنا عليهم على المد معدة منقالة معدة أنا نقف ال25 دقيقة قدام بيروي لمشي تحت يدي اليمين ودبوس مية تحت يدي اليسار 35 دقيقة قدام البوانتوز نستقبل المنظفات والعاملين والعاملات الستة بالضبط أول رحلة كل شيء مريك سخطم سخطم تاع النظام ما يفوتني شيء 4 خدامة بلانينغ ديما حاضر ما يفوتني شيء أنا الشيف وأنا الكل في الكل نحط مكانة بالنظام والديسيبلين مونجيل الستيلوات بحدا بعضهم الأوراق حتى ورقة ما تفوت أختها الرحمة لا سنين وأنا على هرم عندها فهمتوا علاش 17 سنة ولتو ما ترقيت شايف حتى احنا ماشي ساعدنا حتى انا ما قعدتش ساكت بعض الوزارة في الموضوع وشنو قلت لهم حاسس بينا معناها قلت لهم باش يبدلوا اسم الانقار المحطة متاعنا ماهيش انقار في دشرة متروكة تتدكك علينا تشبد علينا بالمرتاح واو ياسر ياسر اوريجينال لازم نسم شيف عندهم الحق واللي يقولونك عليه لازم تعمل انا اللي نقول وانا اللي نحكم لهنا واللي نقول عليه يتدخل ما تخافوش مني فما شكون عطيني الديزيوت الكل دوسيات اي تتحرك نرجع وعطيك وانت ايش عطيته مش عطاه اسمع كم جاي وانا قرده اوكي ايش عطي نعطيه وفوق عليك الكل ايش عطي نعطيه يعطيني يعطيني يسيبوني عليها نعرفك عطاها كبيرة ويخدك يخدك وعطيك
سياستنا وحده، سياسة فرق تسد. انت برا الله يسد نخبر. ادخل بي حسن على الهلية ونجم نبدل المنطق والمنطوق. هيا خلي يكون معك كريم على تريني. هيا هاني سكت، ما يخلف الخاطر فيكم يا منظفات. شيف شيف، احنا ماناش منظفات منظفات، اسمنا دي تكنيسيان دو سيرفاس سيرفاس. دي تكنيسيان دو سيرفاس سيرفاس، هاني صرف هاني في الامباسيف امباسيف، وربي من غدوة رقيك. شيف جيب معايا زوج بيفوريت يعاوني في القصة، انا لونترونور هذا اللي نحكمون. وانا اونترينور ادجوان الزح. يا شيف نحط برشلونة راه مستر برشلونة. انت نهار اللي تنطقها مليح، اعطي رايك الله يرزيني فيك. اقعدوا انتوما فصلوا فصلوا خيطوا، واحنا هنا قاعدين قاعدين، كي الكورة الكورة، بين الذكورة الذكورة. يا محليها الكلمة، يا راني كورة، بين الذكورة، مرة على اليمين ومرة على اليسار، وكذا وكذا. هذا الكل ما يهمناش، احنا جينا باش نقولوا لك دقة، وماذا بيه؟ اتهز الكونترول تاعي. نفسو نفسكون، راكي مخنقتونا، برا نفسكون. ما تحشموش أو باش كانت حاد ضائعة طائرة، تقولوا لعرفكم ديكاج بالقانون ما تنجموش تقولوه. أما لوين ما تفكروش، أول ما جيتوا للمحطة الفروتوار ما تعرفوش شدوها مليح، كان ما جيتش أنا راكم مازلتم صبتين على خيش الماشي كحل وجاي كحل. جيتوني حفايا لبستكم بوتين، ريتكم عرايا جبتلكم تنوات، حتى يديكم خفت عليها وعملت لكم جواندوان صبان، ونصبوا عليكم في صبان مصد. علوش العيد علوش العيد، ونعطيكم افوز، وساعات وصوا عليكم الاضاحي بلاش. المنحه المدرسيه المنحه المدرسيه نعطيكم الشطر، وساعات نعطيكم الكل، حتى منحه الجبال ونعطيكم، وانتم لا تكلوا لا تملوا لا تفدوا، وما تدخلوا لي ديكاش ديكاش، وانتوما ديما هات 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 هات، يشوفوكم في الشارع ما يقولوش منظفات، ديزوتيس دولار ناقصيكم كان الفاليجات. ثماشي واحدة نهار جابتلي سيرتيفيكا ميديكال وقلت لها لا، ثماشي واحدة نهار حبت على حمامها وقلت لها لا، ثماشي واحدة نهار حبت تمشي للفريق نهار حلال البالة وقلت لها لا. داخلين بالساشيات الكحول، خارجين بالساشيات الكحول. اي دارة هذه ماهيش فريب سيد البحري برا يا الراه طايح فيكم. ماهيش بمزيدك، تخلص فينا من جيبك، تعطي فينا من مكتوبك، الشعب هو اللي يخلص فينا، الدولة هي اللي تعطي فينا. اما اللي يكون في عند كل واحدة فيكم انه في المحطة هذه انا الشعب، وانا اللي نحكم، وانا اللي قرر، وانا اللي نؤمر، وانا اللي خايف، وانا اللي فسد، وانا الشاف، وانا الدولة. مش ما نغادروش اماكننا وكذا وكذا، حتى يا